السلام عليكم دكتورة. وعليكم السلام، تفضلي رنا، كيفك؟ كيف السكر معاكي؟ والله دكتورة أنا سويت تحاليل الأسبوع اللي فات وجيت أشوف نتيجتها، لأن السكر والله مرتفع علي وصرت أحس بعطش على طول يتكرر احتياجي لدورة المياه. وأنت بكرامة رنا، الهيموجلوبين A1C جدا عالي عندك 11.2 والصايم 10.5، نتائجك تشير عدم تحكمك بالسكر. طيب هذه بعض التحويلات، واحدة للدايتيشن واحدة للدايبيتيك إديكيتر وللأوفثا. ولك معانا موعد بعد بالعياده بعد شهرين، حاولي تروحين لجميع مواعيدك بتجينا. طيب. تحكمي بالسكر اكثر، اشوفك على خير باذن الله. طيب خلاص، شكرا.